السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد من GTA V. اليوم تم اصدار السيارة الجديدة كار كارا بسعر 1,775,000، وبصراحة هو سعر مرتفع مقارنة بالسيارات والمركبات المصفحة الثانية، وخصوصا ان السيارة ما لها تعديلات اضافية غير 21 ليفري وباقي التعديلات العادية الموجودة على كل السيارات من اضافة دروع وغيرها. وبالحديث عن التعديلات، اذا اخذت السيارة للموبايل اوبريشن سنتر او الطيارة افنجر فبيكون عندك امكانية تعديل الرشاش الموجود بالخلف، وعندك نوعين يمديك تختار من بينهم. خلينا الان ننتقل ونتكلم عن السيارة بشكل عام. السيارة اطول من السيارات العادية وممكن تواجه صعوبة في سواقتها، اما من جهة السرعة والتسارع اقدر اقول متوسط مقارنة بالسيارات العادية وممتاز مقارنة بالسيارات المصفحة. طبعا لما نقول ان سيارات مصفحة فالمفروض تكون مصفحة، وهو شيء ما هو موجود في هذه السيارة، لان باختصار السيارة راح تنفجر من صاروخ واحد حتى ولو كنت معدل الدروع الى اخر تعديل. ننتقل بعدها للمود الجديد Target Assault، وهو مود مخصص للسيارة الجديدة وبعض السيارات المصفحة الثانية. المود عبارة عن سباق مع اضافة التصويب، وكل فريق يتكون من شخصين، شخص يسوق السيارة والشخص الثاني يحاول يجمع اكبر عدد من النقاط باستخدام الرشاش. وطبعا بعد كل راوند بتتغير الاماكن وكل شخص بيستلم مكان الشخص الثاني. المود جديد وعليه دبل فلوس واربي لمدة اسبوع، فانصحك تاخذ لفة وتجرب بنفسك. واخر شيء ننتقل لخصومات الاسبوع، وعندنا خصم على انسرجنت، ترتد ليمو، ارمود بوكس فايل، تكنيكال اكوا وتكنيكال، خصم على باراج، واخر شيء خصم على الطيارة افنجر سواء كنت بتشتريها او بتعدل عليها. وبكذا اكون وصلت لنهاية المقطع، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، واشوفكم فيديو جديد بإذن الله.